المقترح اللي عندي لكم الآن هو أنه لي كاين بعض الفروع اللي توجد في وضعية أنها مستعدة لانعقاد أو لعقد مؤتمرات إقليمية. تم عقد الاجتماع ديال الديوان السياسي على الساعة 4 مساء هذه العشية، كنتناول الاجتماع 4 ديال النقاط الأساسية في جدول الأعمال ديالو، بحيث أن النقطة الأولى تناولت تقييم ديال اللجنة المركزية اللي انعقدت نهار السبت 14 فبراير، وكان تقييم إيجابي مجملا نظرا لأن كل شيء تم من اللقاءات الجهوية اللي تمت ديال اللجنة المركزية قبل اللجنة المركزية ديال 14 فبراير، واللي على ضوءها كانوا تقارير ترفعت للديوان السياسي واللجنة المركزية، وكان بالتالي توفير الوقت واختزال الأفكار. النقطة الثانية في جدول الأعمال هي كانت بصدد تحضير للقاء العربي اليساري اللي غادي ينعقد النهار 20 و21 فبراير المقبل، يعني الأسبوع المقبل، واللي غادي يحضر له 27 حزب من الدول العربية، أحزاب يسارية بطبيعة الحال، بمعية حزبين يساريين في المغرب إلى جانب تقدم الاشتراكية، الحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة. النقطة الثالثة في جدول الأعمال كانت حول الاستعداد للانتخابات المقبلة، بحيث تعطتنا واحد مشروع جدولة زمنية رسمية اللي هي كتعلق بتواريخ انتخابات المأجورين اللي غتبدا 19 ماي، انتخابات الغرف المهنية في شهر يونيو، ومن بعد الانتخابات الجماعية والجهوية من 4 في شهر شتنبر، وانتخابات مجالس العمالات والأقاليم في 20 أكتوبر. النقطة الرابعة والأخيرة تخص القضايا التنظيمية واللي تناول فيها أعضاء الديوان السياسي مقترحات حول برنامج عمل في أفق انتخابات اللي هي عبارة عن مؤتمرات إقليمية، وكذلك هيكلة الأقاليم التي لم تتم هيكلتها بعد، وكذلك تمت مناقشة بعض المشاكل التنظيمية في الجهات والأقاليم في المملكة.